السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان ربنا يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. النهاردة قلت أعمل لبن رايب والزبادي، قلت فيديو يعني أعمل فيديوهين في واحد يعني، وجبت 2 كيلو لبن وحطيتهم على النار يغلوا، كيلو أهو وكيلو أهو، وحطيتهم على النار عشان يغلوا. بعد ما يغلوا ويبردوا هوريكم خطوة خطوة أنا هعمل إيه. وهو انا جيت دلوقتي حطيت اللبن اللي اتغلى في طبق بلاستيك زي ده عشان ده للرايب، عشان ما يعملش قعر في الحله دوت. هحط له الرايب بقى، هو دافي دلوقتي يعني بقى درجته حلوه يعني تستحمل ان انا ايه اقلب فيه الزبادي. هحط عليه اللبن الرايب على طرف المعلقه زي دي كده، بصوا شويه قد ايه، حبه ملح صغيرين قوي على الرايب، هقلبه كويس اهو. هو كده دافي كويس قوي، الدفايين بتاعه حلو قوي كده. طبعا كده اتقلب ده الرايب، وهجيب زبديايه انا عاينه منها الوش هحطها. طبعا الزبديايه بتبقى حوالي معلقتين زبادي. ده لبن الرايب، وبعد كده هولع الفرن وحطه فيه من بالليل للصبح زيه زي الزبادي بالظبط اهو. بس هقلبه كويس، وبعد كده هحطه زي ما هو بالطبق كده، وهطلعه من الصبح ان شاء الله وهوريه لكم بقى عامل ازاي. وهو انا دوبته كله، لازم يدوب خالص، لازم الزبادي يدوب فيه خالص. دوبته كده، طبعا هتولعوا الفرن وتطفوه يا جماعه عشان يبقى دافي بس، وبعدين تحطوه فيه. انا طبعا طبق بلاستيك هيبقى الفرن دافي بس، هحطه فيه والصبح ان شاء الله هوريه لكم بقى عامل ازاي. اما الزبادي بقى اهو الحله انا هقلبه فيها طبعا، وهصبه في اطباق زيها زي الفخار يعني اطباق ازاز بس صغيره يعني مساحتها زي الفخار. هحط برضو الزبديه عينة الوش بتاعها، واللبن دافي معايا اهو، وهحطها. بس طبعا ده مش هحط له ملح، الزبادي مش بيتحط له ملح. وبرده هدوبه كويس، هدوبه كويس خالص، وبعد كده هبقى اصبه في ايه في الاطباق. عندكم كوبايات صبوا فيها، عندكم اطباق صبوا فيها براحتكم. انا قلت اعمله معاكم قبل رمضان يعني. كل سنة وانتم طيبين يا رب. هقلبه كويس قوي وادوبه كويس قوي، وبعد كده هصبه في الاطباق. وهما انا صبيتهم في الاطباق دي، وان شاء الله بردك هحطهم في الفرن، ولعت على الفرن شوية، وبعد كده هسيبه يهدى، وبعد كده ادخله فيهم، والصبح ان شاء الله برضه هو والرايب هوريه لكم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، انا طلعت الزبادي اهو اهو، بصوا قدامكم عامل ازاي اهو، والرايب اهو. الرايب بقى بيبقى سايب شويه كده علشان هو انا هيضربه كمان في الخلاط، مش هسيبه كده اهو. بص الوش على الرايب ده، طبعا كل ده هيتضرب في بعضه اهو، انا لخبطته كده قدامكم عشان كده هضربه في بعضه وهخليه ايه زي الرايب اللي فيش اللي بيتباع في المحلات. اما الزبادي اهي قدامكم اهي اهي، بصوا حضراتكم اهي كويسة اهي، بصوا عاملة ازاي جميلة جدا. ويا رب يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وهضرب دلوقتي قدامكم الرايب، وواحده واحده معاكم هضربه في الخلاط. طبعا انا هاخده كده ولا هزود ميه ولا هزود اي حاجه، هضربه في الخلاط وهصبه قدامكم. اهو انا ضربت الرايب في الخلاط، على فكره هو سايب كده من سنه الملح اللي انا بحطها، لان سنه الملح دي هي اللي بتدي له طعم الرايب اهو.
عارفة بقى الكاميرا مش مبينة ولا ايه. فهو دلوقتي قدامكم اهو، وسايل وطعم الرايب، وانضف كتير من بتاع المحلات اللي بره في منتهى الجمال. يعني انا مش عارفة اوريكم، يعني انا عايزة اصبه قدامكم تاني علشان خاطر يبان. مش عارفة تشوفوا السمك بتاعه ولا لا. ثانية واحدة اهو، مش عارفة بقى هتشوفه ولا لأ. اهو اهو، يا ريت يكون بقى سهل. طبعا انتوا مش هتعرفوه ولا ما تجربوه، وقلت سنة الملح دي ان شاء الله هي اللي بتخليه طعمه كويس وبيبقى رايب. سنة الملح هي اللي بتخليه سايب كده. بس لازم يا جماعة تضربوه في الخلاط، طبعا مش هتقلبوه بايديكم كده وهتسيبوه، لازم يتضرب في الخلاط عشان يبقى رايب. وهو كده جميل قوي وطعمه خرافة. انا لسه دايقة والله، طعمه حلو جدا. يا رب الفيديو دوت يعجبكم، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان تفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.